عندك تنال مبروك هذه يا جماعه، بنشوف ايش بنسوي بها. الموتر تبارك الرحمن يبغى له تلقيط صدامات، صدام امامي زائد صدام خلفي، ترتيبات خفيفه على الصدام، يمكن افك الجناح ذا، زائد النياكل هذه راح افكها لان الموتر سبيشل ما هو ليميتد، سبيشل عادي، فراح نشتغل عليه بالكامل وبنشوف النتيجه باذن الله تعالى. الصدام الخلفي باذن الله راح ارشه لانه اعتقد تلقيط ما راح يضبط، فراح ارش الصدام الخلفي زايد الصدام الامامي. يا جماعه مثل ما انتم شايفين هذا وضع الصدام الامامي، فبنشوف ان شاء الله النتيجه بعد ما يخلص الموتر. صدام امامي زايد صدام خلفي زايد الكشافات الاماميه 2 زايد البطاين الاماميه 2 زايد طقم لوحات لا انساه، ترتيب كامل الموتر. ان شاء الله بنشوف النتيجه بعد ما يخلص. عند الحبايب يا جماعة بناخذ ونجمع قطع الهوندا 12، بناخذ البطاين الكلبسات الكشافات الأمامية، يعني خفايف كذا، ونوديها الورش إن شاء الله ونضبط أمورها. هذه الهوندا يا جماعة في مرحلة من مراحلها، بدأ أبو خلود حبيبنا في الصدام وجهز على نفس الموتر. الرجل إني أنا ما غيرت الصدام يا جماعة الخير، ما غيرت لا الصدام الخلفي ولا الأمامي بحكم أنها صدامات أصلية، فما حبيت إني أغير وألعب. فهذا الصدام الخلفي بنشوف دحين مع بعض الصدام الامامي مجهز ومرتب، خلاص باقي عمليه الصنفره والاساس وبعدها ان شاء الله عمليه الرش. ان شاء الله تبارك الله مجهز ومرتب والامور زينه، بنشوف ان شاء الله الموتر بعد ما يخلص. هذه قزازه الشمعه اللي غيرناها، هذه القزازه اللي غيرناها تبع الهوندا، شوفوا حالتها كيف يرثى لها، وهذه القزازه الجديده ما شاء الله تبارك الله، وهذه باقي الى الان محمد ما غيرها، بنغيرها عشان تيجي بنفس الدقه والدرجه اللي هنا. هذا كله شغل علامه قطر. هذه الهوندا يا جماعه جاهزه، الصدام الخلفي مرشوش بالاساس مضبط، باقي الصنفر النهيه، باقي الجناح، باقي هذا الصدام الامامي مفكوك جاهز، باقي عمليه الرش باذن الله تعالى. وهذا الموتر على شوفه عينكم يا جماعه، بيخلص باذن الله بنشوف النتيجه النهائيه. نشيك على الهوندا يا جماعه الخير، فشيكوا معاي هذا الصدام وهذا الرفرف. بالامانه شوفوا حاجات واجد، اللي هو اول شيء فرق القديم والجديد حاجه بسيطه واضحه. يعني بعد التلميع ان شاء الله نحاول نعالجه، ثاني شيء فرق ما بين البلاستيك والحديد. لكن ما شاء الله انا شايف انه باذن الله انها الامور ممتازه، يعني انا اشوف انه طابق للامانه، فرق الكاميرا لابد تخبرون. والصدام الامامي لسه ما ركبوه، صدام الخلفي والصدام الامامي رشوها برا بيطبقونها الان، بنشوف ان شاء الله بعد ما تخلص. الهوندا كورد يا جماعة صدامها مفكوك لأجل تركيب الاسطبات الخلفية زائد العواكس تبع غطاء الشنطة. لازم نفك الصدام عشان نطبق الاسطبات زائد عواكس الشنطة زائد نضبط وزنية الصدام الخلفي. فبوريكم الآن الصدام الأمامي برضو مفكوك لأجل تركيب الشمعات، فبنطبق إن شاء الله الشمعات، نوزن الصدام الأمامي، نطبق الشبك، لا ننسى البطاين يمين ويسار كلها موجودة، فبنطبقها إن شاء الله ونوزن الوجهية ونوزن الصدام الخلفي، وإن شاء الله نطلع بالموتر هذا بصورة جمالية وشكل إنما إيه. هنا يا جماعة علامة قطب أخذنا الشمعات طبعا حقت الواطي والعالي للهوندا 12 زايد الفلشرات زايد نعسين عبد الرحيم، باقي لنا نعسين بناخذها بنروح نطبقها، كان عليها زنن فأنا من الناس اللي أكره الزنن أو الإضافات على السيارة، لكن بنطبق هذه إن شاء الله. نستلم الهوندا الآن يا جماعة، خلاص خلصناها من عند أبو خلود، فبنستلمها بنشوف إن شاء الله بعد ما تخلص. هذه الهوندا بعد ما خلصنا من عند أبو خلود جبناها عند حبيبنا باسل كاركير، بنشوفها إن شاء الله في المرحلة الأخيرة. ما شاء الله الكريم على طول فكوا الداخلية، دحين بيفكون المقاعد والدنيا ذي، بنشوف الموتر ذا بصورة ونتيجة بإذن الله تعالى إنما إيه. طبعا مع كار كير لا تخاف ابد، جاب كيس وقبل كل شيء، الدنيا موجوده هنا، اغرابك، سبحتك، خاتمك، مساميرك، امورك، اوراقك، كلها بتنحط في الكيس يا حبيبي، وبعدها يبدون في تلميع ويخلصون ويرجعون يفكون الكيس هذا ويطبقون من جديد. الهوندا صار عليها، شغالين عليها الشباب، بدوا فيها، بدوا في الداخلي. شوفوا يا جماعه شيكوا، ما شاء الله الكريم. لسه بدي ما بدوا فيه. لكن بنشوف ان شاء الله الموتر ذا بعد ما يخلص. قال قل لي وحكيني الاكورد ايش صار عليها؟ ما شاء الله تبارك الله. شطبنا، وش سووا فيها الشباب في المحل؟ الاستكرات ضبطها، لا في اخوي ما قصر. الكيس تبع المقعد هذا يجي طرح، اسميه طرح انا الكيس ذا. ما شاء الله الكريم.
فك النياكل اللي كانت فيه كيس الدركسون، سلم لي العب عليك تمراية. اي ما شاء الله تبارك الله، نقدر نقول خلاص شطبنا على المزيونة يا جماعة. النواعس كاملة، لمبات اللوحة، خلصنا تقريبا بشكل جزئي في الموتر ذا. باقي الشكل النهائي اللي هي بنطبق اللوحات الحين، طاقم جديدة، لوحات خلفية وأمامية، وبإذن الله الوضع في السليم إن شاء الله الكريم. لا تقولي وين مختفي، مختفي حايس هنا في السيارات، نضبطكم ونرتبكم. تعال يا حبيبي تعال تعال وتفرج، شوف معايا لو عندك 2012 وش صار فيها، كيف دخلت التلميع وكيف طلعت. ما ابغى اتكلم ولا ابغى ازيد كلام ولا ابغى قرقر زياده، ابغاك تشوف بس الموتر كيف كان وكيف صار. خذ رفع الموتر خارجيا الان، وخذ رفع الموتر داخليا، وبعدين بعطيك الشرح والتفصيل. كلها برعاية حبيبنا باسل وتلميع أي سيارة عندي حاليا أو الفترة هذه أو سيارة تلمعها قبل حبيبنا باسل. خذ رفع الدينالي بس كده مع السريع، شوفوا شوفوا يا جماعة، شوفوا اليوم المعلم أخذنا لفة يا جماعة خارجيا وداخليا على هوندا. أنا بقول لكم اللوحة فوق ودليل المحل فوق وموقعه في المدينة في محطة خدمة الطاقة 4 جنب علامة قطر. تجي بس تقول باسل بدر بس مرسلني، شفت شغلك عن طريق بدر أو عن طريق المقطع اللي نزله بدر. هذه اللوحات يا جماعة بنطبق الآن على المزيونة، طبق اللوحة الأمامية واللوحة الخلفية، بعد ما نطبق بنصورها لكم إن شاء الله. طبعا وين الراعي الرسمي دايم حبيبي شيك بعد تركيب اللوحة ولا غلطة، ما شاء الله الكريم. غبنا وغاب الإبداع ورجعنا نعدل الأوضاع، جيناكم بهندا ولولية مركزها دايم في البطولية. جيناكم يا جماعة اليوم بنوع فريد، شكل مرغوب، هوندا 2012 مين ما يرغبها، كبير ما يرغبها، صغير ما يرغبها، جارك ما يرغبها، صديقك ما يرغب، ما في أحد ما يرغب الموتر ذا يا جماعة الخير. هوندا بغيت جودة، بغيت إتقان، بغيت شكل فنان. الموتر يا جماعة وش اشتغلنا فيه؟ شفتوا المقاطع قبل كيف كان الموتر ذا يوم استلمه يا جماعة. اليوم الموتر جيناكم بالموتر هذا جيناكم فيه بشكل مختلف، ضبطنا على الموتر، رتبنا لمسات، ترتيبات خفيفة، ما أقول لكم تجديد كامل لا، ترتيب خفيف على الموتر لكن تغير 180 درجة. ومثلكم تشوفون الموتر قدامكم يا جماعة. الموتر وش سوينا فيه؟ بتكلم لكم وش سوينا في الموتر يا جماعة بعد ما ناخذ لفة على الموتر خارجية تشويقية، وبعدها بنتكلم وبعدها ندخل على الداخل.
شفت الموتر خارجيا يا جماعة، خش معي على الداخل وشوف الموتر داخليا، وبعدها بعطيكم الشرح والأوصاف بالكامل. شرحنا اليوم يا جماعة الخير عن الهوندا اللي وراي، الهوندا 12 البيضة البطولية اللولية. شرحنا اليوم عن الهوندا يا جماعة، وش سويت فيها وش رتبت فيها يا بدر. شفت الموتر انتو يا جماعة الخير كيف كان؟ شفت الحالة اللي كانت فيه الهوندا اللي كانت فيه الموتر قبل كيف كانت؟ بدينا اول شيء في الاشياء الخارجية، الاكسسوارات الخارجية، انجينا شمعات، غيرنا قزاز شمعات، انجينا الاسطبات الخلفيه، كانت اسطبات الغراب ذيك عارفينها اللي ما تنفع بريال، اللي شرايح ولدات وكانك كرسي دمرهم هوندا. الاسطبات هذيك شيل ودي بلديه، شلناها وغيرناها وركبنا اسطبات البلد. بعد كذا اشتغلنا على الصدام الامامي زائد الصدام الخلفي زائد كم طقه بسيطه كذا عدلناها على البارد بدون رش. طبعا الموتر بدي وكاله ما فيه رش يا جماعه الا قطعه واحده. هذا الموتر خارجيا اشتغلنا على الموتر بالاشياء هذه، وبعدها دخلنا على التلميع وضبطنا على الموتر تلميع خارجي وتلميع داخلي. كانت فيه اكسسوارات واشياء، استعنا بعلامة قطب صاحبنا هذاك تعرفونه، علامة اللي في المدينة، ايوه هو اللي في المدينة، زبطنا بكم استكر وكم كيس، الشماسة كانت نازلة شوي رفعها وضبطها، رتبنا على الموتر اشياء خفيفة لطيفة وطلع معنا بنتيجة. ولا ننسى البطاين يا جماعة، بطاين الكفرات الله يكرمكم، الكشافات الأمامية، الشمعات ذكرنا قزازها وغيرناه، الموتر طلع بالنتيجة اللي انتو شفتوها. بعد كذا ما أبغى أقول لكم شيء يا جماعة، بقول لكم بعد كذا لا تنسون تقييمكم، التعليق الحلو منكم يسعدني، الكومنت الجميل منكم يسعدني، سووا لايك يا جماعة الخير، وزعوا المقطع، منشنوا المقطع، خوياكم رأينا الهوندات وروهم شغلنا على المزيونة. بعد كذا ما أستغني من دعمكم يا جماعة، الكل يشترك في القناة وتابعوني في المقاطع الجاية أول بأول. وقفت المقطع عليكم بالغصب يا جماعة الخير، تدرون ليش؟ القناة وصلنا فيها عدد مرة حلو، نبغى نوصل 100,000 مشترك، تكفون يا جماعة الخير ضبطونا في الاشتراكات، يلا عشان نضبطكم بهدايا وجوائز وترتيبات بأشياء جميلة. نبغى 100,000، نبغى علامة الصح تيجي جنب اسمي، يا الله.